نظمت جمعية أصدقاء المرضى بالتعاون مع عمادة البياطرة بسيدي بوزيد حملة تحسيسية للوقاية من الكيس المائي وما يحمل رميه مع الفضلات من خطورة على صحة الإنسان كما الحيوان، حملة تضمنت نصائح صحية ضمانا لعيد أضحى دون مخاطر صحية. في الوقت الذي يستعد فيه المواطن لاستقبال عيد الأضحى المبارك كأحسن ما يكون، قد يغفل الكثيرون الجانب الصحي لأضحية العيد. جمعية أصدقاء المرضى بسيدي بوزيد وبالتعاون مع عمادة الأطباء البياطرة والمندوبية الجهوي للفلاحة نظمت حملة تحسيسية للوقاية من الكيس المائي. يتم عملية الإصابة بالكيس الكبدي المائي هي عن طريق معناها الكلب. الكلب عند أكله للكيس الكبدي أو الكيس الرئوي بالخروف تتطور لديه الجرثومة بالأمعاء، ثم نقلتها عن طريق الإصابة المباشرة أو عن طريق الأعشاب والخضروات التي نتناولها من المزارع، فتتطور عنا إحنا الكيس الكبدي اللي هو فعلا يثقل كاهل المجتمع التونسي بالتكلفة مالية وكاهل المواطن أيضا. جنبه باش يعطوا أي حاجة كبدة ولا رية ولا حاجة يلاحظوا فيها علامات طفيلات صغيره يجنبوا باش يعطوها الكلاب. المستحسن يستعمل طريقه الردم اللي هي طريقه تقليديه، ردموا مع كوش تاع جير عربي، والا اذا كان فيها طفيلات صغيره برشا ويحبوا يعطوها الكلاب يلزم تتم تغليتها على الاقل لمده 15 دقيقه. حاجه طيبه ياسر اللي يوعوا في الانسان معناه ويوروه كشي ضحي. الحمله التحسيسيه مثلت فرصه لمنظميها لازداء المواطنين جمله من النصائح التي هم أضحية العيد. وزاد على العادة اللي الدولة برشا عند العباد هي سورتو في نهار العيد في سقيطة. من الأحسن قبل وقت يذبح سقيطة وبعد من ناحية دواره الكل عنده طريقتين، إذا كان باش ينحي اللحم باش يشوي وإلا باش يطيب قبل ساعتين، بعد ساعتين ماذا به يخلي اللحم يشيح على الأقل ثلاث سوايع في طقس تو في الصيف، يكون في مكان بارد شوية، وبعد باش يقسم اللحم هكاك باش نضمن جودة اللحم. وباش نضمنوا انا حتى طريقه الحفظ تتم بطريقه سليمه وما يتعفنش الحفظ. يشار الى ان هذه الحمله جاءت بعد تفاقم ظاهره الاصابه بالكيس المائي الذي اصبح منتشرا بشكل لافت خصوصا في الاوساط الريفيه بولايتي سيدي بوزيد والقصرين.